عنوان الحلقة قبعة الصور الخفيفة. مرحبا نوبي دورايمون. مرحبا، كيف حالكما؟ لقد اشتقت إليكما كثيرا، ألم تذكراني؟ ها أشعر بأني رأيته، يبدو أنه يعرفنا. ها لا تبتعد عني يا أخي. ماذا كان سيحدث لو أنك ضللت الطريق؟ إنه سونيو. لا تخف، لن أضيع يا سونيو. لنعد إلى المنزل. لنذهب. لنسلك هذه الطريق. مرحبا سونيو. سون سوغو، ألست سون سوغو؟ إنه أنا، كيف حالك يا شيزو؟ كبرت كثيرا منذ رأيتك آخر مرة. وأنت أيضا. كيف حالك؟ تذكرت، إنه أخو سونيو الصغير. لقد ذهب ليعيش مع أبناء عمه. نحن مستعجلة أن نراك لاحقا. ولكن أريد أن أتحدث إلى شيزو أكثر. فيما بعد، فيما بعد. أخو سونيو الصغير هنا؟ هذا يعيد إلي ذكريات جميلة. ولكن تصرفات سونيو معه كانت غريبة. لماذا لا تدعوني أخرج للعب وحدها؟ لأنك وصلت إلى هنا بصعوبة ولم تعتدي المنطقة بعد. ولكن يا أخي، دعك من هذا الكلام وافعل ما أقوله لك. ما الأمر؟ قلت إنك تريد أن تسألني عن شيء ما. يعيش أخي في منزل عمي في نيويورك. نحن أغنياء، ولكن ليس كغنى عمي الكبير، فلديهم مسبح وملعب لكرة القاعدة، وفي العطلة يقصدون منزلهم الذي في كندا بطائرتهم الخاصة. إنها طائرة رائعة، وفوق هذا هم يملكون عددا من السيارات الحديثة. إذن لماذا جاء إلى هنا؟ ظهرت عادتي السيئة مجددا. أعتذر، فعادتي توقعني في المتاعب دائما. ماذا تقصد؟ أرسلت رسالة إلى أخي، أخبرته فيها أن علاماتي في المدرسة تامة، وأني ماهر في جميع أشهر الألعاب الرياضية في المدينة، وأصدقائي يحبونني، حتى العملاق لا يستطيع رفع رأسه أمامي ويحترمني. أغلب ما أخبرته به كان صحيحا، ولكن بلغت فيه قليلا. لقد صدق أني أفضل أخ على سطح الأرض، واتخذني قدوة له في حياته. لهذا السبب لم تشأ أن يلتقينا أخوك؟ لأنه سيكتشفك. إذا علم سون سوغو بالحقيقة فسيخيب أمله بي ولن يحترمني أبدا. لا تحكم على ردة فعله قبل أن تخبره. أنا واثق بأنه سيفعل ذلك. لا أريد أن تتحطم صورتي أمامه، أريد أن أبقى الأخ الأفضل في نظره وأن أكون قدوته دائما. أرجوك، هل ادعيت هذا أمامه ريثما يعود إلى بيت عمي؟ ماذا؟ ادعي هذا؟ على سبيل المثال أن تنظر إلي باحترام، أو أن تقوم بتنفيذ جميع ما أقوله، أن تمدحني بكلمات كعبقري ومذهل. لماذا؟ لقد أتيتكما وطلبت إليكما بأدب، أليس مدحي أمرا سهلا جدا؟ كنت مخطئا عندما طلبت إليكما هذا. حسنا، إذا لا بأس بهذا. سأطلب من أصدقائي. هل سيوافقون على هذا يا دورايمون؟ لا أظن، ولكن دعنا ننظر. لا أظن أني قادرة على التمثيل. يجب عليك أن تخبر أخاك بالحقيقة. ما هذا الهراء؟ أتريدني أن أكتشف أمامك لأجل كذبتك تلك؟ لا بأس إن كنت لا تريد هذا. ماذا علي القيام به؟ كما توقعت، لا أحد سيوافق على فعل هذا. شيء بدهي. إلى أين ذهب ذلك الأحمق؟ يا إلهي، ترى لماذا يعاملني الجميع هذه المعاقبة؟ الأستاذ. جيد أني قابلتك، كنت في طريقي الآن إلى منزلك. تراجعت علاماتك في الأيام الأخيرة كثيرا، من أجل ذلك سأناقش والديك في الأمر. أهلا سون سوغو. أهلا بك، لم نتحدث إليك جيدا قبل قليل. سنقيم حفلا ترحيبيا اليوم، أرجو أن تأتيا إليه. ماذا؟ حفل ترحيب؟ أيعلم سونيو بالأمر؟ لا، فأمي قررت أن تقيم هذا الحفل.
حسناً، نراك مساء اليوم. إلى اللقاء. سانسوغو، انتظر. أخبرني، أتحب أخاك؟ ها؟ أحبه جداً، سأبذل كل جهدي حتى أكون مثله، فأنا أحترمه كثيراً. لا تتأخر عن الحفل. إنه يفخر بأخيه كثيراً. صحيح، أشعر بالأسف تجاهه إن اكتشف كذبة أخيه. حسناً. قبعة الصور الخفيفة. انتظري يا سانسوغو، ارتدي هذه القبعة طول المدة التي ستبقى فيها هنا. ماذا؟ شكلها غريب، لن أبدو جميلة. لا، مخطئ، جربها وستبدو مميزا. هذا صحيح. شكرا لك. عذرا، أظن أن أمي مشغولة هذا اليوم، ربما ذهبت لإنجاز بعض الأمور. ماذا؟ مرحبا يا أستاذ. أهلا سيدتي، لقد التقيتك في وقت مناسب. كنت ذاهبا إلى منزلكم ولكن سونيو أخبرني أنك مشغولة. مشغولة؟ أجل أجل، أنجزتم علي إنجازه، ولكن ما الذي تريده مني يا أستاذ؟ في الحقيقة درجة الأسوأ إنجاز صغورة من أمي. أمي، أخي، لقد جئت. أخي، أمي. أخي، لذا أردت زيارتكم. لقد أتى يا أخي. إن سونيو فات الأوان، كشف أمري. إنه يتقدم كل يوم وتصبح درجاته أفضل، وإذا خاض امتحان الجامعة فسيقبل بسرعة. هذا أمر بدهي. أنت مذهل يا أخي، أنا فخورة جدا بك. إلى اللقاء. ماذا أسمع؟ هل لدى سونيو هذا الذكاء الحاد؟ الضوء الصادر من القبعة ينعكس على الأشخاص فيتصرفون بحسب الصورة المرسومة في رأس من يلبسها. دورا ما الذي دفعني لأقول لوالدة سونيو إن درجات ابنها قد ارتفعت؟ يبدو أني متعب جدا، علي أن أخلد إلى الراحة. رأيت؟ نعم رأيت. أجل، فأخي رائع جدا. ليس كثيرا. ما الذي يحدث؟ سونيو! عزيزي سونيو، سامحني أرجوك. ماذا فعل؟ سامحني يا سونيو، أنا أعتذر لك. سامحني يا صديقي، سامحني. سامحتك. أنت مذهل حقا، حتى العملاق يعتذر إليك. أجل كما ترى. يا إلهي، ما الذي يحدث؟ لطيف يا سونيو. أي عقل، أني كنت منذ البداية شخصا رائعا كل هذه الروعة ولم أكن منتبها. هذا صحيح، أخيرا لاحظ كل من في المدينة أن هناك شخصا رائعا. سأعود إلى المنزل، لا تقلق، أعرف الطريق وحدي يا سونيو. لا بأس، ولكن انتبه وأنت تقطع الطريق. نسيت إخبارك، لقد دعوت أصدقائك إلى الحفل الذي سنقيمه اليوم. أراك لاحقا. أراك لاحقا، أدعو جميع أصدقائي. حاضر يا سونيو، سأدعو من نسيته. هل أعدتما ما قلتماه لي قبل قليل؟ ترى لماذا قلت له إنه لطيف؟ إنه ليس كذلك. انتظرا قليلا. كيف تجرؤ وتجعلني أعتذر إليك أيها الجاهل؟ سوري. لماذا؟ لماذا يحدث هذا لي؟ هذا بسبب الأداة التي أعرتها لأخيك. أنت ستكون شخصا رائعا أمام أخيك سانسوغو يا سونيو. سأساعدك هذه المرة فقط، لكنه سيكتشفك في النهاية. أظن أنه من الأفضل لك أن تخبره بالحقيقة.
عليك أن تعمل بجد لتصبح الأخ المثالية يا سونيو. سانسوغو. ها؟ ها؟ أخي ماذا تريد مني يا أخي؟ أنا في الحقيقة أنا ها؟ ما رأيك ألا تعود إلى بيت عمي وتبقى بجانبي لنعيش معا؟ سونيو إنها عادة سيئة جدا. تبلع شيزو حجرا ثمينا، فكيف ستكون رحلة الإنقاذ داخلها؟ وما الطريقة التي أعاد بها نوبي السعادة إليها عندما مرض كلبها بيرو؟ دورايمون، صادق القط فلينجيك من الورطة. دورايمون، لا تستسلم يا نوبي، فلكل مشكلة اختراع.